لا يفوتنا في البدايه ان نشاطر الكابتن هاني رمزي، نجم مصر ونجم النادي الاهلي ومدربه السابق والزميل الاعلامي بقناه الاهلي، الاحزان في وفاه والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. للكابتن هاني وللاسره خالص التعازي والدعاء بالصبر والسلوان. كان ده جانب من مراسم العزاء واستقبال الكابتن هاني واسرته التعازي في احدى الكنائس في مصر الجديده. البقاء لله وكل التعازي للكابتن هاني. الحقيقه يعني ربنا يعني صبره، صبر اهله وزويه، ويا سلام على الام وما اعزها يعني، فربنا معاه ويصبره باذن الله ويرحمه. البقاء والدوم لله وكل التعازي للكابتن هاني.